راديو مسيكن ومعاكم يحيى الكلام. طلعت كلمة يا معرفش في قاعدة كيما تو قبل ما بداو الاحوان انت ولا ترفر ترفر تشي ترفر ترفر تشي ترفر تو وقتاش اول حانوت تاسس هني في ترفر تعرفش وقتاش حكاية 2002 مش بعيد برشا مش بعيد برشا حكاية 2002 اصل التسمية هذه شهرة معناها الواحد كان يخدم هنا اول معناها اول محل ترفر اسمه محمد فهمت بدا ترخرج فر بدا ترخرج فر ما صور شيء ما صور شيء والله بدات الفلكه هي وطورت الحكايه كيفاش الفلكه كانت تحكي والله ما نقولش لك ما عنديش في على فكره كبيره برشا مي اللي في بالي كوني بدات الفلكه اش معناتها هي كلمه ترفر ترفر انت ما تعرفش معناها ترفر كيما نقولوا ما كسب شيء معناها هدره فارغه حتى ترفر معناتها ما كسب حتى معروفه هي انا يقولوها توانسه كل الربح معناها بسيط فهمت شنو هكا علاش معناها ترفر فهمت ترفر راهي تصار في النهار يمشي في الليل ترفر ما شيء ما صار شيء ما صار شيء عمره كامل مسك ما صار شيء بيع بيع ما بيعش بيع ما صار شيء زعما مش على خاطر تو كيما نقولوا احنا المسوار في الشيء اللي يبيعوا فيه قليل مش حاجه كبيره قليل ما فما شيء على خاطر قبل كيف قبلك كيف تو تبدلت ولا شيء هي بيع ترفر ترفر هي اصلا تسمى هدره كبيره شوي ترى منين مش نبدا لك المسج اعطينا الملخص نتاعها فما واحد حل حانوت قبل ما يحلوا الاحوان في الكل ما كانش عنده فلوس عاونوا واحد يجيب له في السلعه ويحط له يقول له بيع انت ترفر وبيع على روحك صور الفلوس وعمل الحانوت كبير ولا السلعه عنده كما يلزم في الاخر طلع بيدو على رسم وطلع نظيف قاعد ترفر دي ترفر قاعد ترفر سبعه ترفر هو كونه هو خرج منه ترفر يقصدوا بها باش نقول لك معناتها الاسعار نتاعنا طايحه على الاخر معناتها نتاع انسان الا ما عنده حتى شيء نجم يجي يقضي من ترفر هو ترفر واحنا ترفر زاد احنا ماناش كاسبين حتى شيء تبيع برخص الاسواق فهمتني علاش يجيو من سوسه ويجيو من القروان ويجي يجيو لهنا مش مزيه جايين عندهم احوان يجيو على خاطرنا ترفر شنو حاجه نتاع 5000 نبيعها ب 4000 حاجة متاع 20,000 نبيعها ب 15,000
تقول انت خاطر هامش الربح صغير هذاك علاش يبيع التاجر اللي يبيعش يقعد ترفر يقعد ترفر وحتى المواطن اللي يجي كثرتهم يجيو ترفر هاك الناس الهاي هذوك ما يجيوش لهنا يجيو كثرتهم الناس الشعبيين والله بالضبط ما عنديش فكره احنا الحقيقه مازلنا جد برسك مساكن على باش معناتها ترفر المون برانسيب هو نهجي كوتي معناها من مساكن اللي يجي تعدى من 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 الوردانيين ماشي للقروان هي الكلمه ترفر شنو معناتها ترفر والله ما الحقيقه ما عنديش فكره بالضبط انتم عاد ولاد مساكن وتعرفوا مالاش تجاوبنا اصل التسميه نتاع ترفر منين جات اش معناتها ترفر ترفر الكراج هذاك اي تاع دار زروقه فارغ مسكر ونسيبو هذا يا حمد احمد هذا ينسيبه مد المغربي تشارك هو والقارس القارس يجيب لهم ورشيد رحمه الله ولد اوجيك ورشيد رحمه الله ولد حواس هذو مزوز ما عندهم حتى فرنك هذا احمد ورشيد ترفر بداوه يجيب لهم القارس يجيب لهم السلعه وهما يبيعوا في الحانوت هكا انا مقابلني اول ما بديت ترفر يعني ترفر بلا حتى ما عندهمش راس مال الكراج خذوه سلف بليش هو مسكر منهم يعصوا على الدار منهم يقدموا فيه والسلعه جيب لهم فيها الكارس والمربوح انا يقسموه هما والكارس هكا ولا هي الحكايه هكا ترفر بلا حد شيء لا يخلصوا فكري لا يدفعوا في حق سلعه راديو مسيكن معاكم يا حلو الكلام